يلا نكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وفقرة من فقرات اليوم المفتوح في أول أيام عيد الأضحى المبارك. أسأل الله العظيم أن يجعلها أيام طيبة علينا وعليكم، وعيدكم مبارك. واسمحوا لي وإحنا في فقرة من فقرات برنامج العيد فرحة النهاردة يكون معايا كوكبة من أهل الفرحة، أهل الدين، جايين يعيدوا معاكم النهاردة من أطفال، من أجمل الأطفال وأفضل الأطفال، ومشايخ الأفاضل. على يساري فضيلة الدكتور العالم الجليل الدكتور مجدي الشريف، المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة. أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يحفظك. فضيلة الشيخ عبد الغفار عبد المنعم خليل، مدرب نور البيان والفتح الرباني، ومشرف على قريه، على حضانه طيور الجنه ببسوس قليوبيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. واولاد الجمال الاعزاء اللي ان شاء الله هيبقى معانا غيرهم في النص الثاني، معايا ساره، ومعايا مصطفى، ومعايا بلال، ومعايا مصطفى، ومعايا رميساء. اهلا وسهلا بكم. فضيله الشيخ، اهلا وسهلا بحضرتك، وعيدك مبارك انت واولادك الجمال. أي سيدة، ربنا يحفظك على مصر كلها، ربنا يحفظك يا رب. اسمح لي ابدا مع الدكتور مجدي، تفضل. بدايه كده جميله، ثم اعود لحضرتك ونتكلم على يعني حاجات جميله وكتيره قضيتوها مع اولادكم في الحضانه ان شاء الله. تفضل. مصطفى، عايز ايه يا حبيبي؟ خد بالون، خد واحده من اللي موجودين يا مصطفى، اتفضل خد واحده حبيبي يا درش، اتفضل. فضيلة الدكتور مجدي، اهلا وسهلا بحضرتك، عيدك مبارك. الله يرضى عليك. واحنا بنتكلم يا دكتور مجدي على العيد فرحه، نعم، وبنتكلم على العيد الصغير وادي العيد الكبير. الله. وزي ما يعني عايز اقول الفرحه منقوصه بسبب الله ما تمر به البلاد من جائحه الكورونا وعدم القدره على اداء الصلوات زي ما تعودنا، وانت عارف نص العيد يبقى في صلاه العيد والفرحه بتاعت صلاه العيد وشوية حرمان كده مأثر علينا شوية. دكتور مجدي، كبرنا، نعم، والتكبير سنة، يعني شعيرة التكبير يا دكتور مجدي الله في الإسلام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه جعل للحاج عندما يقول لبيك اللهم لبيك، الله بيبشره الجنة، ما أهل مهل قط إلا بشر بالجنة. سبحان الله. الله أكبر. طيب، واللي كبر، اللي يكبر ياخذ نفس الاجر. الله اكبر. ما اهل مهل قط الا بشر، وما كبر مكبر قط الا بشر. قال يا رسول الله بالجنه؟ قال نعم. يعني واحنا بنقول الله اكبر الله اكبر، هذا التكبير الله بيبشرنا به بالجنه، كما يبشر الحاج الذي قال لبيك اللهم لبيك، الله بيبشر بالجنة. يعني حضرتك بترسل رسالة لكل اللي بيسمعونا دلوقتي، نعم، في مصر وفي الوطن العربي، نعم، بنقول لهم كبروا. نعم، كبروا وافرحوا. كبروا وافرحوا. نعم، لأن الله تبارك وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني الله سبحانه وتعالى يحب لنا أن نفرح. احنا عايزين نزود أو نفتح شوية في موضوع الفرحة ده، نعم، لأن محتاجين حضرتك تدينا، نعم، بعض البشرات الجميلة. آمين في العيد، ونبث الامل ونعيد البسمه والفرحه كده للبيت. هرجع لحضرتك في موضوع الفرحه ده تاني، نعم، بس اسمح لي هاخد حاجه كده. فضيله الشيخ عبد الغفار، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وانا عرفت انه حضرتك بدايتك كانت مختلفه شويه عن بدايات اصحاب الفضل من التعليم في الصغر والحضانات وكده، يعني حضرتك البدايه كانت ازاي؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هي كانت البداية أن أنا عندي أولادي كبروا وعندي ابن ولم يحفظ شيئا من القرآن،
فكانت البداية إن إزاي أحفظ القرآن وعايز كيفية كويسة كيفية جيدة أبدأ بها. فبدأت البحث في القرى المجاورة والأماكن لحد ما بفضل الله عز وجل اهتديت إلى إن في مجموعة من المشايخ قدروا يوصلوا بمنهج إنه بيمكن الولد من القراءة، فبالتالي الولد بيتمكن من الحفظ في سن مبكر. جميل. فبدأت البحث عن أرقام تليفوناتهم وبلادهم، وتوصلت للشيخ طارق سعيد، اتصلت عليه بالتليفون فوجهني إن جغرافيا أقرب لي عرب الرمل. نعم. فوصف لي المكان فرحت، خدت صديق معايا ورحت، فشفت دور التحفيظ عندهم فذهلت إزاي الولد في سن مبكر ما دخلش المدرسة ويقدر يتهجى ويقدر يقرأ من المصحف قراءة جيدة مع يعني معرفته للحكم التجويدي. فكان الأمر بالنسبة لي يعني دهشة قوية. نعم. فبعد كده التقيت بالشيخ عصام يوسف فسألني، فأعربت له عن فرحتي بالمنهج وإن أنا جاي عايز أجيب أولادي. فهو سألني طيب عندكم أماكن وكده، فقلت له عندنا أماكن بس ما أعرفش الناس يعني توافق إنها تاخد الفكرة أو تطبقها أو لأ. فقال لي طب تاخد الفكرة أنت وتطبقها أو توصلها لهم. فقلت له أنا راجل موظف. حضرتك موظف فين؟ كنت موظف في لابوار. نعم. حلواني لابوار. نعم. فقلت له أنا موظف. أحد أكبر مصانع الحلويات في مصر. أحد أكبر مصانع الحلويات. نعم. وبرضو يعني كنت بشرف إن أنا انتميت ليها في وقت من الأوقات، شركة محترمة. نعم. فالمهم اتكلمت وقلت له أنا موظف ما عنديش دار تحفيظ ومش محفظ. فقال لي مش مشكلة يعني يعني حافظ شيء من القرآن. قلت له بفضل يعني ختمت في سن مبكر ما شاء الله ومتربي في الكتاب يعني وجد عندك ال. فقال لي طيب نقدر نديك الفكرة وانت تنقلها ولكن بشرط تعدل النية. نعم. بدل ما انت جاي لابنك لوحده تبقى لكل اولاد المسلمين. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. فكررت نفس الكلام ان انا مش متفرغ انا موظف. فسالني سؤال وقفني. قال لي مش عايز تكون من خدام القران الكريم؟ الله اكبر. فوقعت الكلمه في قلبي. نعم. وفي صدري. فطلبت منه الدعاء ان يدعو الله عز وجل ان يستخدمني. نعم. فبعد كده قدمت على اجازه وبدات احضر الدوره. نعم. كان مدتها المفترض 15 يوم. كان المفروض في مجموعه جايه تتدرب اعتذروا كلهم الا انا. ما شاء الله. فالشيخ جزاه الله خيرا يعني اصر انه يعطيني الدوره لوحدي منفردا. سبحان الله. فبفضل الله يعني انهيت الدوره في خلال 3 ايام. نعم. وبعد كده بدات بقيت ال 15 يوم ادخل معاهم الفصول. بس انا شفت كده وادخل التحفيظ يعني تاثرت لما قيل لك الا تحب ان يعني تكون من خدام القران، يعني اغرورقت عيناك بالدمع وتاثرت وتذكرت بعض الاشياء يعني. والله انا تذكرت الموقف لانه كان يوم ممطر في الشتاء. نعم. والشيخ بيقول لي الكلمه فوقع تاثيرها يعني. نعم. هل انا يعني ارتقي او ارقى؟ نعم. لان اكون من الذين اصطفاهم الله عز وجل. نعم. لخدمه القران. نعم. سبحان فالامر الله. قررت انك تتنازل جزئيا عن الخدمه مع البشر وتتوجه الى ان تكون خادما للقران. قدام شويه بقى بعد ما اخذت الدوره وبدات. نعم. المنهج يتعرف وبدات الناس تطلب دورات. فبدات بعد فتره عملي في لابوار ابدا ادي دورات، فزادت عدد الدورات. دوره مدتها ساعتين فزادت الى 3 دورات في اليوم، فكان اجهاد. نعم. فزمايلي في الشغل عملوا لي اجتماع، فيا الشغل. نعم. يا القران. اه. فقلت من ترك شيئا لله ابتله الله عوضه الله خيرا منه. نعم. ومشيت اخ كده فاضل اسمه الشيخ موسى، فقال لي يا اولاد انتوا قاعدين ليه؟ فقالوا له فقال لي يا سبحان الله يا ابني انت كنت رايح علشان تبقى مدرب؟
قلت له لا. قال لي كنت يعني ناوي انك تبقى في المجال؟ قلت له لا. قال لي مين اللي ارسلك الى هناك؟ الله. قلت له الله. قال لي ربنا بيختار لك وانت لسه واقف بتفكر تختار لنفسك. توكل على الله. صحيح. الله اكبر. فهنا الله كان أكبر التفضيل أكبر. بين نعم بين الاستمرار بين الاستمرار في خدمه الدنيا. دين نعم. الله عز وجل والاستمرار في العمل. نعم. فقدمت استقالتي وتفرغت لل جابت ثمره للتعليم كبيره جدا. طب ما تسمعني حاجه قبل ما نكمل كده، عايز اشوف كده جزء من دي، وريني جزء من الجهد اللي انت يعني صبرت عليه. نبدا بمين؟ والله نبدا بالقران عموما. ماشي. ورميصاء. الدكتوره رميصاء. اسمك جميله رميصاء. رميصاء ده اسم صحابيه من الصحابيات مش كده؟ نعم اسم صحابيه. رميصاء بالصاد. بالصاد. نعم. طيب يلا يا رميصاء هتسمعينا ايه يا حبيبتي؟ اتفضلي. Please be a bunny. I am Rumaysa Hassan. I am 6 years old. I live in Basus. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عرفتي نفسك بالانجليش اهو زي الفل، وقلتي اسمي رميصاء حسن وعندي 6 سنين وعايشه في بسوس زي الفل. يلا بقى ما شاء الله. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سليم فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأة في صرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما شاء الله جزاك الله خير، ربنا يحفظك ويصلح حالنا وحالك. مين اللي بيحفظك القرآن يا رميساء؟ شيخ عبد الغفور. ومين بيساعدك في البيت؟ ماما وبابا ولا ماما بس؟ ماما بس. طب شايفه الكاميرا دي؟ ممكن تبعتي رساله لماما دلوقتي وتقولي لها كل عام وانت بخير يا امي؟ يلا بصي الكاميرا. بصي الكاميرا دي قولي لها، قولي لماما كلمه يلا. كل سنه. قولي لها كل سنه وانت طيبه يا امي. كل سنه وانت طيبه يا امي. بس كده؟ طب مفيش كل سنه وانت طيب يا ابي؟ كل سنه وانت طيب يا ابي. يا اجمل رميساء في الدنيا كلها، ربنا يحفظك. انا بقى عايز اقول لك واحنا على الهوا اهو، لو ماما سمعانا هي وبابا لازم تاخدي معلقه عسل ابيض كل يوم الصبح، وتاخدي معلقه عسل اسود كل يوم الساعه 12 الظهر، عشان بوادر الانيميا اللي عندك دي. نعم. شويه من حبه البركه. حبه البركه كل يوم الصبح لازم تاخديها انت، وتخلي ماما تاخدها كمان وكل اخواتك. حبه البركه صغيرين كده الصبح بشويه ميه عشان الانيميا اللي عندك دي. اتفقنا؟ موافقه؟ عارفه لو عملت كده السنه الجايه ان شاء الله اجيبك معايا تاني، عشان انت جميله جدا يا رميساء ما شاء الله تبارك الله. فضلت الدكتور مجدي واحنا بنسمع الشيخ عبد الغفار وبيتكلم على البدايه وبعدين لمسه الحزن الجميله دي، فانا عايز افرحه. الله. فنرجع تاني للعيد وفرحه العيد، وحضرتك تكلمنا على ضروره واهميه ان احنا نفرح في العيد كامر من اوامر ربنا لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يحب لنا أن نفرح. نعم. لأن الله ودود، هو الولي سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. نفرح بذكرنا لله، نفرح بطاعتنا لله، نفرح بهذه الحياة على أمر الله. لكن أعوذ بالله، عدو الإنسان اللي هو الشيطان ما بيحبوش أن يفرح، على العكس من ذلك يحب له أن يحزن. نعم. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يحب للمؤمن أن يفرح. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى فيما نراه في رؤيانا في الرؤيا يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها من يحب، وإذا رأى غير ذلك فليتعوذ بالله من شرها ولا يحكيها لأحد. يعني كل شيء يعني ليس بمفرح ما أذكره
ما انشغل بيه، ما التفت اليه. يعني احنا مامورين نفرح ونبلغ بالحاجات اللي تفرح بس، نعم، اما الحاجات اللي ما تفرحش ولا نذكرها ولا نلتفت اليها. طب تسمح لي ان افرح بمكالمه اخونا الاستاذ احمد؟ اهلا وسهلا. معانا مكالمه يا شباب؟ طب ماشي، يرجع تاني ان شاء الله. نعم، فكل شيء يفرحنا الله تبارك وتعالى يحب لنا ان نذكره. نعم. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم. الله. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته جعل اعظم الاعمال وافضل الاعمال ادخال سرور على مسلم، سرور تدخله على مسلم. على مسلم. يعني بمجرد ما تفرح ابنائك، تفرح جيرانك، تفرح كل من يلقوك حتى ولو بالتبسم. ها، فهذا احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. الناس الرجال والنساء الايام اللي فاتت دي ايام كانت شويه يعني في الضائقه وصعبه، يعني ما بتبانش الابتسامه عشان الكمام. ما بتبانش الابتسامه عشان الكمام، ما بقى لقب يعني. اه، باين الابتسامه من تحت الكمام لكن بتبان. نعم. فعايز حضرتك بس تبعت زي كبسوله كده ورساله لكل الاباء والامهات، حتى لو كانوا منشغلين وعندهم ما يشغلهم، فانه ليس بالضروره ان ينقلوا هذا الانشغال للاولاد وليفرح. نعم، نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. في هذه الايام نفرح بهذا التكبير. نعم. كما ان الله سبحانه وتعالى جعل الحاج عندما يتلفظ بقوله لبيك اللهم لبيك، جعل هذا اللفظ سببا بان الله تبارك وتعالى يبشره بالجنه. طب ناخد الجنه. نعم. الكلام عن الجنة الجميل بعد ما ناخد الأستاذ محمد معاك. جدا. معايا الأستاذ محمد. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. ربنا يكبر خاطرك ويحفظك وأنت كذلك. ربنا يديك الصحة. أنا ممكن أكلم الشيخ مجدي بعد إذنك؟ أهلا وسهلا. سامعك، اتفضل. إزاي حضرتك يا راجل؟ يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. ربنا يرضيك وربنا. أهلا. والله العظيم مبسوط قوي بالعنوان الحلقة ديت، وقاعدين من طبعا أولادي. أهلا. ما شاء الله. ونفسي في كل محافظة وكل شارع وفي كل مكان نعمل مكتب تحفيظ كده لكل الأطفال من كل الأعمار. يا رب آمين. اللهم آمين. هذه نعم. عايز أسأل الحاج مجدي بس يقول لنا على في العمل الصالح بالنسبة للأضحية، إحنا عايزين بس إيه نطبق كلمة ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الله. نعم. فحضرتك بس الناس اللي بتوزع الفقراء وكده يحاولوا بس ما يتجاهروش بالحاجات دي بس كده. الله، جميلة. حضرتك هو عايز يعني حضرتك تقول لنا على قيمة العمل الصالح، وإنه الناس دايما تبادر بإدخال السرور على قلوب الفقراء. يعني. نعم نعم، ويكون يعني كل ما تسره يعني حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بيكون ايه في اجر كبير للانفاق في العيد. طيب انا بجتهد ان انا اعطي الحسنه المخفيه. طيب فان اعلنت. نعم. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه بيسال الرسول عليه الصلاه والسلام، بيقول يعني يا رسول الله نعمل العمل فيحمدنا الناس عليه، يعني خايف ان ايه يكون هذا من الرياء. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. الله أكبر. لا حرج. الله أكبر. أنا بخفي الصدقة، ولكن إن جاء الثناء لا أقلق من هذا الثناء. تلك عاجل بشرى المؤمن. ناخد محمد. نعم. من البحيرة. أستاذ محمد معانا؟ أيوة دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك بألف خير. وكل سنة وحضرتك طيب وكل الناس اللي معك طيبين. ربنا يحفظك. ودايما يا رب نفرحنا في العيد كده يا دكتور. كل عام وكل أهل البحيرة بخير يا حبيبي، اتفضل. ربنا يبارك فيك. أنا عايز أعيد على كل الناس اللي عند حضرتك، والله ربنا يبارك في مشايخنا الكرام والله العظيم. ربنا يحفظك أستاذ محمد وبلغ. أنا بحس بالعيد على قناة صحة والجماعة عشان خاطر حضرتك. ربنا يا رب يحفظك ويكبر خاطرك زي ما بتكبر خاطرنا. والله للأسرار وبتكبر خاطرك. والله ربنا يسعدك. آمين يا رب. يعني هو الصوت بيقطع، ولكن احنا الروح والكلمات الجميله اثرها باين. احنا كمان بنعيد عليكم وبنعيد على كل اهلنا في البحيره، وبنقول لكم يا رب يكون عيد مبارك علينا وعليكم. آمين يا رب. يرفع الهم والغم والبلاء والكرب عننا وعن كل سائر بلاد المسلمين. بشكر لكم عيدتك يا دكتور. ربنا يحفظك. آمين. بالنسبه للعمل التطوعي هو اهم حاجه في الدنيا يا دكتور. دكتور. نعم. اهل البحيره جمال. اهلا وسهلا. ورائعين، ويعني ما شاء الله على انه يتصل علينا عشان يشاركنا الفرحه. ما شاء الله. ربنا يحفظه. امين. معايا خال رميساء بقى. استاذ محمد. ما شاء الله. خال الدكتوره رميساء. الو. استاذ محمد حسن ولا استاذ حسن؟ استاذ حسن. اهلا 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 بحضرتك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. السلام.
أنا من بسوس. أشكر الشيخ عبد الغفار إني وهب لنا رميساء، وهي ملتزمة بالقواعد الدينية، وزي ما أنت قلت حضرتك اللي هي تلتزم بالغذاء الصحي عشان تقاوم برضه. ونشكر برضه الشيخ عبد الغفار إن هو جاب لنا وهب لنا الرميساء اللي هي تحفظ القرآن، ودي يا ريت تبقى حاجة كبيرة أستاذ عبد الغفار يقدمها لمش بسوس بس، للعالم كله تبقى هي النبغة. وأشكر الشيخ لاعب جنب دكتور مجدي الشريف. دكتور مجدي الشريف دكتور مجدي الشريف لو تقدير والاحترام. ربنا يحفظك استاذ حسن. انا اللي بشكر حضرتك وبشكر كل اهلنا في بسوس، وانا شايف الثمره الطيبه جميله من اهل بسوس، من حضانه طيور الجنه، وفي حضانات كتير موجوده في القليوبيه ما شاء الله. العينه موجوده اهيت، المدرب الرائع فضيله الشيخ عبد الغفار اللي ساب الدنيا كلها وترك الوظيفه عشان يتفرغ لتربيه اولاد المسلمين. دكتوره رميساء ان شاء الله ان شاء الله تكون معانا كل سنه، وكل سنة نشاهد معاها الجديد عندها ونشاهد التقدم، تختم إن شاء الله وتبقى معلمة قرآن قد الدنيا بإذن الله، ومتحدثة باللغة الإنجليزية عن المسلمين كلهم إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك أستاذ حسن فضيلة الشيخ عبد الغفار، وادي الثمرات والأهل بيتجاوبوا معانا وبيعيدوا معانا أهل بسوس، ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم. نبعت رسالة كده لكل اللي بيتفرجوا علينا النهاردة ونقول لهم بنشكركم على دعمكم لينا. والله يعني فعلا كتير من اولياء الامور هم السبب في هذا الخير. نعم يعني نعم، لان لولا هم ما كناش قدرنا ننقل الفكره. صحيح، كون ان في اب وام يصبر معايا على منهج مخالف للمنهج اللي احنا تربينا عليه وعلى فكره جديده ويضع من جهده، مش مخالف، مختلف 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 عن يعني مختلف عن اللي احنا تربينا عليه، ده اللي انا اقصده. ويضع جهده ويبذل مجهود، ان انا بطلب الولد في مواعيد محدده يلتزم بيها. صحيح، الانضباط عند الام والاب اكتر من الاولاد كتير. نعم، ولولا انه جاب لي البنت ما كنتش انا نقلت العلم اللي عندي. نتكلم على اصحاب الفضل، مش انا عايزك نكمل شكر اصحاب الفضل. بس ناخد استاذ محمد من القليوبيه، انا بخاف على حبايبي اللي يزعلوا مننا. لا اتفضل استاذ محمد من القليوبيه، اتفضل. السلام عليكم. مرحبا يا فندم، اهلا وسهلا. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. انا وحضرتك طيبين، ربنا يكبر خاطرك استاذ محمد ويصلح حالك، اتفضل. انا حابب بس اشارك معاك وحي فضيله الشيخ عبد الغفار. هو عارفني دلوقتي لما انا اتكلم، انا ابو معاذ محمد توفيق. فرق جدا معايا في تربيه معاذ، وبصراحه نقله نقله كبيره جدا وجميله. هو خلص كمان المنهج معاه وانتهى دلوقتي المدرسه، وباذن الله انا مودي مازن عشان يكمل المسيره بتاعت اخوه. وبس حبيت ان انا اصب عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. الشيخ عبد الغفار ده حد جميل جدا ومجتهد جدا. يمكن هو مش هيتكلم كتير عن نفسه، بس انا حبيت بس اشارك بقول ان هو حد الله اكبر عليه. يعني انا بشكر حضرتك على يعني الكلمات الطيبه الرقيقه، ويعني ما استقر في القلب ظهر على اللسان. بشكر حضرتك وبشكر كل اهل القليوبيه، ربنا يحفظك. استاذ احمد من القليوبيه اتفضل. السلام عليكم. استاذنك وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. اتفضل. والله احنا انا عم رميساء حسن عطيه. اهلا وسهلا. وبنشكر الشيخ عبد الغفار ان هو جعل لنا ناس من القران الكريم في بسوس ان شاء الله. ربنا يحفظك، ربنا يجازيك كل خير يا رب. ربنا يبارك فيك واسره رميساء كلها، نموذج جميل بنفرح معاها النهارده في العيد. رميساء لغايه دلوقتي مفرحانه باهلها وباهل بسوس الكرام، ربنا يكبر خاطركم جميعا ان شاء الله. فضيله الشيخ عبد الغفار، الحبايب كتير ما شاء الله حابين يشاركوا معنا ويعيدوا معاك. احنا ابتدينا باسره رميساء واكيد هتتوالى لسه المكالمات. يعني كان في رد فعل طيب من البيوت اللي حضرتك بتشتغل معاها، ساهموا وساعدوا في ان المنهج يوصل وانه ينضبط. كتير، خصوصا في الفترة الأولانية. نعم. يعني في الفترة الأولانية كنت بجد صعوبة في ان انا اوصل المنهج. فكنت بوصل اقابل ولي الأمر
واقول له ان ابنك مميز جدا فانا محتاجه يجيني بدري نعم علشان اقدر اعمل معاه شغل. فكان بيستجيب ويجبر الام انها تصحى بدري وتجيب لي الولد ويهتم. نسبه الغياب كانت عاليه جدا. في واحدة الاول واحدة بدات برضو كل ما اتكلم معاهم فساعدوني كتير بصراحه في الفتره الاولانيه اللي كان فيها صعوبه وكان فيها زي ما قلنا ان الفكره كانت جديده ما شاء الله. فما كانش حد يعني متخيل الفكره هتبقى ازاي. كان من المعوقات في الاول الغياب الكثير، عدم التزام الاسر، عدم التزام الاسره بالمواعيد، عدم التزام الاسره بالواجبات. التدريب بقى العالي اللي انتوا خدتوه كان بتتعلموا ازاي تقدروا تذللوا هذه المصاعب وازاي تصبروا على اولياء الامور، يعني كنت بترتب وتربي في البيت كمان؟ لازم بقى، كنت بقف على الباب واتكلم مع ولي الامر الصبح ما شاء الله وهو جاي، وكل ولي امر اشوف يعني ميوله ايه. نعم. فاخاطبه بميوله هو. فضيلة الشيخ وخاطبه الناس بما يعرفونه. ما شاء الله تبارك الله ملكة يعني. يعني كتير من اولياء الامور ساعدونا في الاول. صحيح. في البدايه لحد ما قدرنا نطلع نموذج. فبدات اخد النموذج المبدئي واروح المساجد عندي في القريه. تعلم بقى. اقول ده نموذج من ولادكم. الثمره البسيطه الصغيره دي. الثمره البسيطه. تعلنها في المسجد قدام الجامع. في المسجد قدام الجامع. نوع من انواع الحشد والتأييد. ان يؤدي الى النجاح. ان الفكره صحيح. دي. صحيح يا دكتور. فبدات بقى الفكره تنتشر. الصف. بدات الفكره تنتشر وبدات الناس تساعدني شويه وتتجاوب. وبدأت بقى الثمرة تظهر. هنأكد على النية وهنأكد على الطموحات في الفترة الجاية للتوسع، بس خليني أرجع للدكتور مجدي بسرعة كده. وتاني بقول لك أنت جاي النهاردة تفرح، مش عايز بقى، أنت شايف كده يعني بتتذكر شوية حاجات كده واخد بالك في عينيك، ولكن أنت جاي النهاردة تفرحنا وتفرح الناس كلها. ها أنت حد جميل زي ما قال أخونا الأستاذ محمد. دموع الفرح. أيوة. دموع الفرح ماشي، ربنا يحفظك. كل عمل بيبدأ بالنية يا دكتور. الله. بيبقى يعني له أجر كبير. نعم. هل النية دي يعني ضرورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله في موضوع مهم جدا نفهمه من خلال المثال. إنسان نوى أن يحفظ كامل القرآن الكريم، وإنسان حفظ كامل القرآن الكريم، وإنسان حفظ ربع القرآن الكريم وينوي أن يكمل القرآن الكريم، وإنسان حفظ مثلا ثلاث أرباع القرآن الكريم وينوي أن يكمل، أين درجة هؤلاء الأربعة يوم القيامة؟ نعم. في نفس المنزل العالية. الله. كما بالحديث فأجرهما سواء. هذه النية كما قال عليه الصلاة والسلام، من هم بحسنة كتبت له. الله. لحظة ما جاء في القلب أنا أريد أن أكون من خدام كتاب الله سبحانه وتعالى، بس خلاص. افرح يا شيخ. بس خلاص. افرح يا كتبت. شيخ. كتبت. افرح يا شيخ عبد الغفار. من هم بحسنة كتبت له. لذلك كل الناس على كوكب الأرض، حتى لو حبسه حائز، تمام، كل الناس على كوكب الأرض الذين تقدموا لتأشيرة الحج ولم تأتي له تأشيرة الحج كتبت له الحجة كاملة. الله أكبر. كتبت له الحجة كاملة. نعم. لا يحزن. من هم بحسنة كتبت له. نعم. كتبت له. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ودين إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. فضلت الشيخ عبد الغفار، احنا قلنا النية جميلة، هو كانت نيتك في الأول خالص وانت رايح ولادك. نعم. وربنا وسع لك النية بقى أولاد المسلمين. عايزين نشوف حاجة من أولاد المسلمين الجمال بقى اللي معاك دولت. احنا سمعنا رميساء وهي بتعرف نفسها بالإنجليش. نعم. وكلمت وقرأت قرآن جميل ما شاء الله. هناخد شيماء وبعدين توريني بقى تسمعني بقى مين اللي هيتكلم بقى معاه. هناخد مصطفى. ازاي بنبدا المنهج؟ طيب هاخد بس قبل شيماء الاول. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. مرحبا وسهلا وسهلا. الله يحفظك. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيكي قبل شيماء. شيماء ابو بكر مع حضرتك. مرحبا ابو شيخه. ميت. أيوة. ابو شيخه. ايوه ميت ابو شيخه منوفيه. ربنا يحفظك. ازاي المعلمه الكبيره؟ ربنا يبارك فيكي. ربنا يبارك في حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير. آمين. بحب أعيد على دكتور مجدي. الله يرضى. نور الشاشة يا دكتور. الله يرضى عليكم ويحفظكم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويحفظك. بحب أشكر الشيخ عبد الغفور على
تفرغه للعمل من اجل القران. نعم نعم. وربنا يجعل عمله يا رب في ميزان حسناته، وان هو دلوقتي يعني بيعمل في وظيفه من اسهل واعلى الوظائف على وجه الارض. صحيح. فربنا يجزيه خير يا رب ويجعل عمله في ميزان حسناته. احنا بنحيي بشكر حضرتك وبسالك ان شاء الله باذن الله يعني تكون موضوع الكورونا ده بقى ابتدت يعني يخف عنكم شويه وابتديتوا ترجعوا لاولادكم تاني وابتديتي كده ترتبي الدنيا كده مع الاولاد في الحضانه تاني. ان شاء الله يا دكتور، يعني انا بحاول اعمل ترتيبات واحتياطات امنيه برضو حفاظا على صحه اطفالنا، وان شاء الله نبدا على اول الشهر ويبقى فتحه خير باذن الله. ربنا يرفع عنا البلاء والوباء ان شاء الله يا دكتور. تحياتي لأسرتك وتحياتي لقرية أبو شيخة وتحياتي للمنوفية كلها اللي دايماً بتجيب لنا وبتقدم لنا كل جديد. ربنا يبارك فيكي، إن شاء الله يكون لنا شرف لقاء ليكم قريباً بإذن الله، نستمتع بالمهارات والمواهب اللي عند حضرتك إن شاء الله يا أبلة شيمان. شكراً جزيلاً. ما شاء الله وتتوالى البشريات، يعني الحاجات الجميلة اهو. جزاه الله خيراً. ربنا يحفظها يا رب. عايزين نسمع مصطفى. هو حضرتك احنا بنقول الفكرة كانت هي ازاي الولد يتعلم الحرف ويعرف. هم زعلانين مني في الكنترول يا شيخ عبد الغفار. ليه؟ بيقولوا لي أبلة إيمان على الخط من بدري. طب نتفضل ناخد أبلة إيمان. طيب احنا أبلة إيمان تفضلي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذنا الفاضل؟ الله يكبر خاطرك وخاطر أهلك. كل سنة وحضراتكم طيبين. وأنت كذلك، ربنا يسعدك ويبارك فيك وعيدك مبارك. يا رب يخليك. أنا دلوقتي بحب أشكر الشيخ عبد الغفار، يعني خيره عليا كتير قوي، يعني ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. يعني والله فضله عليا كتير الحمد لله، وتعلمت منه حاجات كتير. حضرتك معلمة في الحضانة؟ آه. آه بنت من بناتك ما شاء الله، ربنا يحفظك. أيوة. ربنا يخليك ربنا يخليك. المنتج يعني الحصيلة اللي قدامنا دي شغل ايدك. ربنا يعزك ربنا يعزك. ده انا هبعت لك 100 رسالة شكر دلوقتي أبلة إيمان على ادخالك السرور علينا من خلال الثمرة الطيبة اللي احنا شايفينها. الله يبارك لك ربنا يخليك. انا فرحانة جدا بيهم، ودول يعني تعب عم الشيخ، يعني تعب عم الشيخ لينا. ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك. ربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب كده، وتفضل مفتوحة بحسه دايما كده، من احسن لاحسن. ربنا يا رب يكبر خاطرك ويبارك فيك ويربي لك اولادك زي ما بتربي اولاد المسلمين. ربنا يخليك. جزاك الله خيرا، بشكر لك المداخله الطيبه. كل سنه وحضراتكم طيبين. ربنا يحفظك يا أبلة إيمان، اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيب. مصطفى، كنت بتكلمني على مصطفى شيخ عبد الغفار. مصطفى بنقول ان احنا الولد بتعلم الحروف، ولازم يعرف ان كل حرف في القران له 20 حاله. فمصطفى هيقول لنا حرف بال 20 حاله. هتقول لنا الحرف ب20 حالة يا مصطفى؟ طيب امسك الميكروفون كويس، قرب الميكروفون بقى ايوه من عند بقك كده شوية. اتفضل يا مصطفى. الأول عرفني اسمك مصطفى ايه؟ اسمي مصطفى، عندي 5 سنين. من حضانة طيور الجنة؟ من بسوس؟ طيب بص انا ماسك الميكروفون زيك ازاي؟ انت دلوقتي خدت العادية ولا لسه؟ بابا اداك عادية ولا لسه؟ لسه. لما تروح تاخد عيديه ضروري، اوعى تتنازل عنها، يقول لك ده العيد بتاع اللحمه ده. انا لا لا مفيش الكلام ده، لازم تاخد عيديه تمام عشان انت بطل. يلا سمعني يلا ال 20 حاله للحرف. ب بي بو ب بي بو بن 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 اب اب ب اب بي أب بو أب أب بن أب بن أب بن أب. ما شاء الله، ده انت قلتهم كلهم. دول بقى ايه؟ دول 20 حالة للحرف صح؟ برافو عليك، انت اخترت حرف الباء. بقول لك يا مصطفى، شايف الكاميرا دي؟ انت قلت لي اسمك مصطفى ايه؟ مصطفى. تعرف دلوقتي تبعت رسالة لبابا أحمد على الشاشة دلوقتي، بص كده هناك وقول له كل سنة وأنت طيب يا أبي. كل سنة وأنت طيب يا أبي. قرب الميكروفون مش سامعك، هو قرب الميكروفون كده قول له كل سنة وأنت طيب يا أبي. كل سنة وأنت طيبة يا أمي. كل سنة وأنت طيبة يا أمي. قول له ما تنساش تديني العادية يا أبي.
متنساش تدي هدايا قبل. بتبقى عادية كبيرة. قول له خلينا نغرقه كده واحنا على الهوا، يلا فرصة. ها؟ قول له عايز عيدية كبيرة. عايز عيدية كبيرة. أيوة كده، برافو عليك يا مصطفى، شاطر. أنت جميل يا مصطفى، ربنا يبارك فيك وفي أهلك اللي علموك. أنت هتبقى حاجة جميلة جدا يا مصطفى، ما شاء الله عليك. فضيلة الشيخ عبد الغفار، بتبقى صعبة شوية البدايات، ولكن ما شاء الله الصبر مع الأولاد، خاصة إن مصطفى من الأطفال الحركية. نعم. وبيحتاج دايما، خلي الميكروفون بعيد عنك يا مصطفى، خليه بقى بعيد، ايوه كده. بيحتاج لجهد مضاعف لانه عنده حركه وكده. في انتوا الاولاد المعلمات متمرسات ومتمرنات على التعامل مع الاولاد باشكالهم المختلفه؟ هو حضرتك انا في الحضانه عندي بعمل ملف التقديم، جوه ملف التقديم عامل حاجه اسمها بطاقه تعارف الطفل. بسال ولي الامر عن كل حاجه عن الطفل. تمام. من خلال بطاقة التعارف بتقدر المدرسة تعرف الطفل هتتعامل معاه ازاي. نعم. فبتقرأ طبعا بطاقة التعارف من خلال الملف، بتبدأ تعرف مين أفضل شخصية في الأسرة هو بيحبها أو بيسمع كلامها، تعرف أكله المفضل، ألوانه المفضلة، ألعابه المفضلة، تكون فكرة عنه. فتكون فكرة عنه، فتقدر عندها بعض المدخلات من خلال الحاجات دي. رائع جدا، رائع جدا. ناخد فضيله الدكتور مجدي وارجع تاني اتكلم مع حضرتك في حاجه مهمه وخطيره، وانا عارف اللي هي بقى ايه، اللي هي اصحاب الفضل ونقاط القوه اللي كانت في المسيره بتاعتك اللي الطويله اللي فاتت دي، واللي ساعدوك في انك النهارده انت بتخطط ل 2021 يبقى في اكتر من دار جديده. هتكلمنا عن الموضوع دلوقتي فضيله الدكتور مجدي. هاخد الاستاذ ياسر وارجع لحضرتك في لا تلتفت. نعم فضيله الاستاذ ياسر. السلام عليكم يا فندم. مرحبا يا فندم، اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك كل عام وانتم طيبين. يا رب يكبر خاطرك ويحفظك. والله حضرتك انا فخور بالبرنامج في يوم عيد، والقران حامل القران وهو في عيد على طول. ربنا يحفظك. أنا نعم انا فخور خالص بالدكتور عبد الغفار وحضراتكم اهل القران اهل الله وخاصته. نعم. ربنا يكرمكم. انا مبسوط خالص انه يوم عيد واحتفال بكتاب الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك، احنا سعداء بوجودك معانا والله. ومن وانا استاذنك انا عايز اتواصل بالدكتور عبد الغفار شخصيا، لو دخل لي يدعي لي لمحمد ياسر ربيع وخاتم جزئين من القران، يدعي لي يتم القران. احنا كلنا ندعي لك فضيله الشيخ عبد الغفار ومعالي الدكتور فضيله الدكتور مجدي، يدعو لك ان شاء الله لولدك بختم القران ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، كل سنه وحضرتك بالف خير. عاوز رقم دكتور عبد الغفار شخصيا. طيب حاضر، هستاذنك لو تتواصل معنا في الكنترول وانا هخليهم يدوا لحضرتك الرقم حالا دلوقتي. طيب انا فاتح مش هقدر. حاضر يا حبيبي، ربنا يحفظك. فضيله الشيخ اسماعيل هيدي لك الرقم حالا، اتفضل. معانا الاستاذ امين ياسر، الاستاذ احمد. استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. وقت التلفزيون على الاخر، وكلمني من التليفون من فضلك. السلام عليكم. مرحبا، عليك السلام ورحمه الله. كل سنه وانتم طيبين. كل عام وانت بالف خير. الله يبارك لك، الله يبارك لك. هي بنتي زينب عايزه اتكلم الحاج مجدي. طب اتفضل، اهلا وسهلا بالدكتوره زينب. اهلا 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 وسهلا. اهلا اهلا اتفضلي. عايزه اكلم جد مجدي. كل سنه وانتم طيبين ما شاء الله. ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا اغلى واعز طيبين. زينب بنت احمد بن محمد عبد الله. كل سنه وانتم طيبين حبايبي. ربنا يبارك فيك يا زينب بنت احمد عبد الله. امين يا جد. حبيب قلبي كل سنه وانتم طيبين. نشوفكم يا رب بكل خير. حاضر حبيبي، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جزيلا يا زينب، انت وباباكي، بنقول لك كل عام وانت بخير. انت عسل، انت شربات يا زينب والله. ربنا يبارك فيك وفي اهلك يا حبيبتي، ربنا يحفظك. وجده مجدي مبسوط منك جدا. ايوه حبيبتي، ربنا يحفظك. لا تلتفت يا دكتور مجدي. ايوه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش لا تلتفت لزينب، لا 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 تلتفت. الى المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم. فضل منه ونعمه. طيب افترض ان في انسان ما ظبطش حياته، مفيش حاجه يفرح بيها. ماذا يفعل؟ ايضا هذا العبد
الله سبحانه وتعالى جعله يفرح، يفرح بأن الله غفور كل يوم هو في شأن، يفرح بأن الله تواب رحيم سبحانه وتعالى. يأتي الملك في طواف الإفاضة ويضع يديه بين كتفي الحاج ويقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. لا تلتفت، لا تلتفت، ما تشغل بالك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون عما مضى. لا تلتفت، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. الله أكبر، يعني حتى اللي ما ظبطش يعني لم يضبط أمور حياتي أيضا يفرح. الذي تصدق الله عليه بانضباطه مع ربه وطاعته ربه هو يفرح بطاعة الله. طيب والذي لم ينضبط أيضا يفرح، نعم، بأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. الله أكبر. قال أي رب اغفر لي ذنبي، قال فغفر له. لا تلتفت. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فسخرنا له الريح. يعني خلاص ربنا غفر له وأعطاه إيه سؤله سبحانه وتعالى بالفاء. نعم، فلا نلتفت، ما أشغل بالي بما مضى. نعم، خلاص قدر الله ما شاء فعل. ولكن في كل لحظة أنوي توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في كل لحظة أتوجه إلى الله، يا رب أنا هزبط حياتي معك. الله اعمل فيما يستقبل. نعم، فقد غفر لك. أنوي من الآن حتى في كل لحظة أجدد النية من الآن حتى ألقى ربي سبحانه وتعالى وأنا أكون في أمر الله وأفرح حتى ألقى الله، لأن الله هو ربي. كم أفرح أن الله هو ربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر. فضيلة الشيخ عبد الغفار، وقتنا قرب وعايزين نسمع كده بلال ونسمع سارة. ونسمع سارة. طب ناخد مين فيهم؟ هناخد المرحلة الثانية من الجزئية، ناخد سارة. نعم. وتهجي من المصحف. الله أكبر. يلا يا دكتورة سارة. عرفي اسمي؟ إن شاء الله. بسم الله. اسم حضرتك إيه؟ اسمي سارة علاء. سارة علاء، ما شاء الله. عندك كم سنة يا سارة؟ ست سنين. ست سنوات؟ اتفضلي يا سارة اقرأي يلا. بسم الله. شد لها. قرب لها الترابيزة، قرب لها الترابيزة. تهجي يا سارة. يلا. بسمي اسم الجلالة الله. بصوت الكوثر؟ نعم. طيب ماشي، عشان اللي بيتفرج يفتح معي. اسم الجلالة الله. بسم الله. همزة وصلي تسكت وصلا نبدأ بها ايه. نعم، شمسية مضامة في الراء المفتوحة. الراء هاي ساكنة الرحمة. ألف مادة طبيعية حركتين الرحماني الرحماني. بسم الله الرحمن. همزة وصلي تصل وصلا نبدأ بها ايه. لام شمسية مضغامة في الراء المفتوحة. الرحي الرحي. ياء مد عارض للسكون جائز اثنين او اربع او ستة حركات. الرحي ساكنة عند الوقف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اي نون حرف غنى مشدد بالفتح حركتين. ان الف مد منفصل جائز اثنين او اربع او خمس حركات. اي ان عين ساكنه اعطو اعطو. يا ساكنه اعطي. ن مادة طبيعية حركتين أعطينا. مشاهدين ورجعنا لكم تاني وبنستكمل فرحة العيد وفقر من فقرات اليوم المفتوح على أجمل قناة في الدنيا، قناة الصحة والجمال. وللحقيقة لازم أتوجه لكل القائمين في قناة الصحة والجمال بالشكر على كل الجهد اللي بيبذلوه عشان يرسموا البسمة على وجوه كل الدنيا في مصر وفي الوطن العربي وكل العالم اللي بيتفرج علينا. تحية شكر وتقدير لكل القائمين على قناة الصحة والجمال وعلى هذه البرامج الطيبة الجميلة اللي بتخلينا نشوف مواهب ولادنا في كل مصر. من حضانة طيور الجنة ببسوس فضيلة الشيخ عبد الغفار عبد المنعم، وضيفي الغالي عالم من علمائنا الأفاضل فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي القرآن والسنة، وأطفالنا الجمال أهلا وسهلا بكم مرة تانية. احنا خرجنا جزء بقى وبنستقبل مجموعة جديدة من الأولاد بمواهب وقدرات جديدة، هنشتغل دلوقتي ونتعرف معاكم. وانا عارف ان في بقى أنشودة وفي قرآن وفي أحاديث وفي حاجات جميلة طيبة. فضيلة الشيخ عبد الغفار، عايزين نبدأ الأول بداية كده جميلة مع حاجة من نسمع حاجة من ولادك الجمال، يعني فقرة أنشودة ولا حاجة. ايه أنشودة؟ نبدأ مع رضوى وأولاد النبي.
دكتورة رضوى. نعم. تفضلي. كلمنا عن أولاد النبي. فين رضوى؟ مسكي الميكروفون كده، عرفيني باسمك كده. اسمي رضوى سمير، عندي 6 سنين، ساكنة في باسوس، هقول نشيد أولاد النبي. طب اتفضلي يا رضوى. أولاد النبي. لا علي صوتك، أنا مش سامع، أنت إيه ما فطرتيش ولا إيه؟ أولاد النبي 7 لسات صقور، 4 إناث، عبد الله والقاسم، ثالث إبراهيم، فاطمة رقية زينة، رابع أم كلثوم، أمه آمينة، أبوه عبد الله. هراء النبي مات مراه، مين رب النبي شد اللي رباه، صلوا على النبي صل عليه الله. امتى ولد النبي؟ في عام الفيل، كان يوم ايه؟ كان يوم 2. امتى بعث النبي؟ عند 40. ايه لقب النبي؟ الصديق الامين. ايه معجزة النبي؟ قرآن كريم. صلوا على النبي يا مسلمين. صلى الله عليه وسلم. انت عارفه لو ينفع نسقفك ونسقفنا لك. لا خلي الميكروفون قريب منك كده عشان انا مبسوط جدا جدا من الانشوده بتاعتك دي. مين اللي حفظك الانشوده دي؟ قبل ام امينه. قبل ام امين؟ امينه. قبل امينه؟ قبل ام امينه. قبل انتوا عندكم الابلغات ام فلان. اه قبل ام امينه. ماشي، ممكن بقى تبص للكاميرا اللي هناك دي وقولي لها كده ايه؟ جزاك الله خيرا يا قبل ام امينه. جزاكم الله خيرا يا قبل ام امينه. طب ممكن تبعتي بقى رساله شكر لماما كمان وتقولي لها كل سنه وانت طيبه يا امي. كل سنه وانت طيبه يا امي. وكمان ابيكي بقى بابا كمان. ها، كل سنه وانت طيب يا ابي. يا ابي برافو عليكي، برافو عليكي ما شاء الله. انت طبعا يعني خليتينا صلينا على النبي. هاتي الميكروفون الجميل ده، ربنا يحفظك كتر خيرك. انا بشكرك شكرا جزيلا. قلت لي اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ماشي يا رضوى، ربنا يحفظك. فضيله الشيخ عبد الغفار، رضوى يعني خليتنا كده نصلي على النبي وناخد الاجر معاها ما شاء الله. وفي جهد كبير بيبذل داخل الحضانه في بعض الأنشطة بتساعد الأولاد على أن هم يستكملوا في المواد الصعبة. لازم الجانب الترفيهي مهم. نعم. وإن احنا بنقول أنا بلعب مع الأولاد وأنا بعلمهم، أو بعلم الأولاد باللعب. نعم. فلازم يكون ده الأنشطة. فالأنشطة طبعا لازم تكون موجودة، سواء بالنشيد، بالتلوين، بال يعني بالألعاب المتاحة للمعلمة، تلعب مع توصل المعلومة عن طريق اللعب، عن طريق اللعب يعني. وعن طريق القصة. يعني احنا كانوا بيتهموا انه المجموعة اللي بتعمل في حقل القرآن وتعليم القراءة بالقرآن مجموعة مقفولة ومتزمتة يعني احنا دلوقتي بنغير الفكرة دي، انه اهل نور البيان ومنة الرحمن والمناهج اللي فيها تعامل مع القرآن في عندهم ترفيه وفي عندهم وسائل ولعب. لازم يعني موضوع الضرب احنا عندنا نهي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى اطفال المسلمين غير ما يضربهم. نهي عن العقاب البدني. عن العقاب البدني. فربى كتير من اولاد المسلمين من غير ما يكون في ضرب. نعم. وكان بيمازح. نعم. الاطفال، فليه احنا ما نقومش بنفس النهج الدور. نهي. واحبب الولد في القران وفي التعليم عموما. هيخلص مرحلتي هيروح لمراحل تعليم اكبر. نعم. فاذا ما كانش حابب التعليم مش هيقدر ياخد التعليم في المراحل التالية. احنا بنهيئه عشان يتحمل الضغوط اللي هيقابلها بعد كده. ربنا يعيننا يا رب اهلنا في القائمين على التعليم في مصر. يا رب. وزاره يا رب. التعليم والعام ووزاره التعليم العالي، وربنا يعينهم يعني. نعم. وفروا لنا بيئه يستطيع اولادنا فيها ان هم يتعلموا بالحب يعني. بالفعل يعني
عندنا ايه نسمعه تاني فضيله الشيخ عبد الغفار؟ عندنا ممكن ناخد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ناخد ادب، ممكن ناخد حكمه. طب شوف حضرتك تحب نبدا بايه قبل ما نروح للدكتور مجدي ثم ارجع لحضرتك تاني. طيب ناخد حديث ولوجي. انا عايز اسمع القمر الصغير اللي جنبك دي. خدي الميكروفون. لا اللي جنبك على طول. اللي جنبك على طول. خدي الميكروفون كده. اه دكتوره حور خدي الميكروفون. طيب. كده عرفيني بنفسك كده. انا اسمي حور عبد الغفار. نعم. عندي 12 سنه. في سنه كام يا حور؟ اولى اعدادي. ما شاء الله. قولي لي يا حور تجربتك مع نور البيان وتربيتك في البيئه بتاعت نور البيان دي، شايفه انه كان في حاجات يعني بيقولوا دايما اتحرموا من طفولتهم وانت دلوقتي بقيتي انسه كبيره، هل فعلا في حرمان من الطفوله في دور نور البيان ومنه الرحمن، ولا الاولاد بتمارس حياتها طبيعيه وانبسطتي وتعلمتي وحفظتي وانت مبسوطه؟ لا عادي، كنت بحفظ وانا فرحانه، وكنا بنلعب كتير في الحضانه بالاراجوز وبالحاجات دي. الاراجوز والالعاب العرايس يعني. ما شاء الله. ختمتي ولا لسه؟ لا لسه. طب انا كنت عايز اسمع صوتك في القران، تقدري تقراي لنا حاجه ولا تقولي لنا ايه؟ اقراي لنا حاجه. هي كانت عايزه تقول ما يعني برضو في التعليم كلغه عربيه، فكانت عايزه تقول جزء من الاجروميه. تقول سمعينا جزء من الاجروميه. خلينا نقول للدنيا كلها ان بناتنا الصغيرات اصبحوا كبيرات ومعلمات فضل من ربنا في سن مبكر. اتفضلي. قال ابن أب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن أجرومي لمن أراد حفظه وعصرا عليه أن يحفظ ما قد نصرا، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. ما شاء الله تبارك الله. أنا عايزك بقى بصي، أنا عايز أسأل سؤال، لأن أنا يعني عاشق لكل حراس اللغة اللي بيحاولوا يحافظوا على اللغة العربية لغتنا من الانحدار. أنت عارفة دلوقتي يا حور والولاد الصغيرين بنسمع حاجات كتير زي كبر دماغك وزي مش عارف ايه وكلمات كده بتخش غريبه على اللغه بتاعتنا يعني، وناس تجيب فرانكو عربي كلمه من هنا وكلمه من هنا. فلما بلاقي بنات صغيرات اميرات كده ان شاء الله حراس على اللغه بتتكلم بالاجروميه دي بتفيدني في ايه؟ يعني متن الاجروميه بيفيدني في ايه؟ ان انا عرفت النحو، عرفت ازاي اعرب اتمكن من النحو واعراب الكلمات وازاي احط الكلمه واحط لها الحركات بتاعتها مظبوط صح كده، يعني اتمكن من اللغه بتاعتي في الاخر. ده بيساعدك في حفظ القران صح كده. انا بشكرك جدا، ربنا يحفظك، ويعني ادينا درس لكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي انه مش صعب ان اولادنا يبقوا متالقات ونجمات في مجال اللغه العربيه ومجال القران في سن مبكر. حاجات بسيطه جدا وبنلعب وبنهيص وبنضحك صح كده. هاخد تليفون وبعدين ارجع تاني. معانا الاستاذ محمد من القلوبية. استاذ محمد لو سمعني وطي التلفزيون وكلمني من التليفون من فضلك. ماشي يا فندم، سامع. اتفضل حضرتك، اهلا وسهلا باهل القلوبية. اهلا وسهلا حضرتك يا فندم. ربنا يبارك فيك ويكبر خاطرك وعيدك مبارك. الله يكرمك، كل عام وانت بخير، تقبل منا ومني. ربنا يحفظك ويبارك فيك، اتفضل يا استاذ محمد. هو انا كنت عايز اشكر الشيخ عبد الغفار على مجهوده الرائع في الحضانه، جزاه الله خيرا وربنا يجعل مجهوده في ميزان حسناته. وعبد الله ولد من عنده في الحضانه، هو كان نفسه يطلع معاه في البرنامج بس هو عايز يسلم عليه بقى ويعرف نفسه. اتفضل دكتور عبد الله نسمعك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمو الشيخ؟ ازيك يا عبد الله؟ بص له هنا. عامل ايه يا عبد الله النهارده؟ الحمد لله. ربنا يتم شفاك على خير يا عبد الله يا رب. يا عبد الله، يا عبد الله، انت انت شايف الشيخ عبد الغفار؟ ايوه انا. طيب انا عايزك تبقى تقول كلمه حلوه للشيخ عبد الغفار، تقول له ايه؟ وانا كمان بحبك يا عبد الله. احنا بنحبك يا عبد الله والله، ربنا يحفظك انت وجويريه. اه ويحفظ والدك ووالدتك يا عبد الله. كلام طيب. انا بشكر حضرتك يا استاذ عبد الله على المداخله الجميله وعلى انك سمعتنا صوت الدكتور عبد الله، اسال الله العظيم انه يشفيه يا رب ويشفي كل المسلمين. معانا الاستاذ احمد من القليوبيه. ايوه السلام عليكم.
اهلا وسهلا عليك، السلام ورحمه الله، اتفضل. احنا بنشكر الاستاذ عبد الغفار وجزاه الله كل خير. ربنا يبارك فيك. احنا بنبلغ تحياتنا لاهلنا في القليوبيه، وبنقول لكم شدوا حيلكم مع فضيله الشيخ عبد الغفار في الفتره اللي جايه، محتاجين الجهد دوت يوسع، وكل اهل القليوبيه يبقوا في حضانات نور البيان ومنة الرحمن والفتح الرباني، عشان نكمل كده النجوم والكواكب ونملى مصر بالحاجات الجميله دي. بشكر حضرتك يا استاذ احمد، ربنا يحفظك، كل سنه وحضرتك طيب. فضيله الشيخ عبد الغفار، واحنا سمعنا حور، حوريه، حور، حور، ربنا يجبر خاطرها. وده شغل يعني ما شاء الله مستوى ثالث مش ثاني، مستوى عالي من الشغل في ما بعد المدرسه. اعتقد ان حضرتك برضو الاولاد بيخلصوا دراسه ويجوا يرجعوا على الدار تاني يكملوا حفظهم. والله في وفي، نعم، يعني ده بترجع بقى لولي الامر. نعم. ففي ولي امر بيساعدنا وبيرجع ابنه تاني، يفضل انه يكون معانا يستكمل. نعم. وفي ولي امر بقى بيفضل انه يبدا يشوف الحياه بقى العمليه، الدراسه اللي هتقابله اذا كان ازهر اذا كان عام، ويبدا بقى يجهزه للمرحله المقبله ما بعد لما لما استاذ محمود معانا من القليوبيه. حبيبك كتير استاذ محمود، اتفضل. السلام عليكم. انا عليك السلام، اطمع في كرمك، وطي التلفزيون على الاخر وكلمني من الميكروفون من التليفون. طيب كويس كده. اتفضل، اهلا وسهلا بحضرتك، عيدك مبارك. كل سنه وحضرتك طيبين. وحضرتك بالف خير، ربنا يحفظك. والله عايز اسال الشيخ عبد الغفار، انا خاله رضوى. فين رضوى؟ رضوى سمير. اهلا يا رضوى، خالك ده؟ اتفضل. محمود. خالها محمود. والد جانا. والد جانا، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. عايز اشكر الشيخ عبد الغفار والله على المجهود اللي هو بيعمله. ربنا يحفظك. والمعتقين اللي معاه قبل ام سيف وقبل ام ايمان وقبل ايمان. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ محمود، واحنا سعدنا والله ببنتك الجميله النهارده، وخلتنا نصلي على النبي كده، ربنا يبارك فيكم في جهدك انت ومامتها. وبنشكر طبعا ليك مداخلتك وثنائك على فضيله الشيخ عبد الغفار، هو اهلي لذلك ان شاء الله. معانا ام رميساء. ستي ام، السلام عليكم. مرحبا، وطي التلفزيون لو سمحتي وكلميني من التليفون. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. لو سمحت، كل عام وانتم بخير. ربنا يبارك. اوجه شكري وامتناني للشيخ عبد الغفار، بالرغم ان مفيش اي كلام يوفيه حقه، لان فضله بعد ربنا علينا كبير جدا. احنا معاه من ساعه ما بدا حضانات من ايام ريم، هو عارفها. ربنا يجازيه كل خير، ويعتبر بعد ربنا هو اللي ربنا اولادنا وعلمهم، واحنا كمان اتعلمنا كاولياء امور، اتعلمنا منه حاجات كثيره. ربنا يبارك له ويجعل في ميزان حسناته يا رب، ما فيش اي كلمه شكر هتوفيه حقه. طب سؤال، سؤالي لحضرتك يا ام رميساء، ايه الكلمه اللي حضرتك وانت على الهوا دلوقتي تحبي توجهيها لكل امهات مصر وكل امهاتنا في الوطن العربي، ايه اللي تحبي تقولي لهم يعني بالنسبه للمنهج الجميل اللي انت لمستي ايه؟ فتوجهي كلمه ليهم كلهم، تقولي لهم ايه؟ قبل اقول لهم لازم يهتموا باولادهم من وهم صغيرين، لان افضل وقت للتعليم وللتربيه وهم اطفال لسه صغيرين. نعم. ده طبعا اتعلمناه من الشيخ عبد الغفار، هو اللي قال لنا، هو اللي علمنا ازاي نعلم اولادنا، وهو علمنا ازاي نربي اولادنا. نعم. هو يعني بعد ربنا انا مش عارفه اقول له ايه صراحه، يعني انا حابه يعني ان يهتموا بالقران وبمنهج نور البيان، لان هو ده اللي هيفيدهم ويحفظ لهم اولادهم. يعني انا بشكر لك المداخل دي، مامه رميصاء بالصاد. بالصاد. ربنا يبارك فيكي، وكانت معانا منورانا في النص الاولاني. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله، ربنا يبارك لك في اولادك، ونشوف الدكتوره رميصاء قد الدنيا ان شاء الله. ناخد اخر اتصال بقى دلوقتي، الاستاذ خميس ابو رضوى. الاستاذ سمير. الاستاذ سمير، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله حبيبي، اتفضل. انا بشكر الشيخ عبد الغفار، ويعني بشكره جدا جدا اني خلالنا رضوى بالشكل دوت ما شاء الله، ويعني بشكر الاطفال كلها اللي معاك. ربنا يحفظك يا استاذ سمير، وكل سنه وانتم طيبين. احنا اللي بنشكرك على رضوى الجميله الرائعه،
نشكركم على البيئه الطيبه اللي انتم حطيتوا فيها رضوى عشان في الاخر يبقى الناتج الطيب الجميل ده. اسال الله العظيم انه يدبر لكم الامر فيها. وبنوصل طبعا الرساله لفضيله الشيخ عبد الغفار على جهده الطيب حبايبك كتير ما شاء الله، ربنا يحفظك ويحفظهم. شكرا ليك يا استاذ سمير، ربنا يحفظك. فضيله الدكتور مجدي رحمه، ايوه عايزين نسمع بقى عظيم رحمه ربنا في اللي احنا بنشوفه ده. اللهم يعني التقاء اولياء الامور بالاداره بتاعه الحضانات. نعم. والمنهج والبيئه الطيبه، جهد كبير مبذول من اداره الحضانه. نعم. وجهد كبير مبذول من البيوت، رحمه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من رحمه ربنا سبحانه وتعالى اتاكم من كل ما سالتموه. ومن اعظم النعم اللي ربنا اعطاها لينا اولادنا. نعم. يرث ويرث من آل يعقوب واجعل، يعني هم الميراث. يعني كل الناس تقابل ربنا، وبعد ما يقابل ربنا يورث، بعد ما يقابل ربنا ورث تربيته الطيبة لأن بعد أن يقابل رب كريم سبحانه وتعالى ليس أمامه إلا أي ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتفع به. فهذا الميراث العظيم كيف نهتم به؟ بنتنا قرأت في المصحف في الجزء الأول في سورة الكوثر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكوثر، ناخد في دقائق معدودة يعني هذه المعجزة الجميلة، بيعرفنا قد إيه عظيم قدر أولادنا، عظيم قدر أهل لا إله إلا الله. سورة الكوثر ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة الكوثر، نعد عدد كلماتها نجدها 10 كلمات. نعم. بعدين نشوف الحروف الأبجدية التي استعملت في الآية الأولى نلاقيها 10 حروف، والحروف الأبجدية التي استعملت في الآية الثانية 10 حروف. الله أكبر. والحروف الأبجدية التي استعملت في الآية الثالثة 10 حروف. ونجد إن إن عدد سور القرآن التي تنتهي بحرف الراء 10 سور غير سبحان الله. نجد توافقات عجيبة جدا جدا. لماذا؟ لأنها تتكلم عن يوم النحر اللي هو 10 ذو الحجة اللي هو النهاردة. الله أكبر، عيد الأضحى سبحان الله. تعظيم لرقم 10 يعني يوم علشان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف أمام كل الدنيا ويقول لهم أي يوم من هذا؟ أليس يوم النحر اللي هو يوم 10؟ وأي بلد هذا؟ وأي شهر؟ تعظيم عظيم عظيم حرمة يوم 10 هذا يوم النحر. وبعد كده بيعلمنا فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني أنا لازم أعرف عظيم حرمة الأبناء، عظيم حرمة أهل لا إله إلا الله ببركة إيه؟ إن أنا عرفت عظيم قدر هذا اليوم، عظيم قدر هذا الشهر، عظيم قدر هذا البلد الحرام. مع هذا الشيء العظيم جدا مثله عظمة أهل لا إله إلا الله، ما تجيبش سيرته إلا بالخير، ما تكلموش إلا بالطيب، لا يكون هناك العقاب. كل هذا الكلام حتى لو عرفناه مع الكبر ننوي، لو أننا استقبلنا ما استدبرنا من أعمارنا إن إحنا إيه نربي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالملاطفة. ربنا يحفظك. إحنا بنأكد على كلام فضيلة الدكتور مجدي فإنه لا للعقاب البدني للأطفال على الإطلاق، ولم يكن من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم العقاب البدني. أنا لا أدري من أين أتيتم بها، لا عقاب بدني ولا تعذيب ولا لطم ولا سك ولا ضرب للأطفال. نوفر للأطفال بيئة طيبة يتربوا فيها، يدونا ثمرة طيبة جميلة، ويكونوا لينا إن شاء الله ولد صالح يدعو لنا، يكونوا لنا ثمرة ويكونوا لنا ميراث زي ما الدكتور مجدي بيقول. لا يضرب إلا شراركم، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واللي نوى إن هو يتوب من استعمال استأذنك يا دكتور، نقطة مهمة، علق الصوت حيث يراه أهل البيت بس، لكن مش استعمل الصوت. نعم. لا نستعمله، ولكن يمكن أن يعلق فقط للانضباط ولا يستعمل. نعم. لا نستعمل الصوت ولكن علق الصوت حيث راه أهل البيت للانضباط. طيب والذي كان يستعمله يتوب إلى الله عز وجل من استعماله، عسى أن الله تبارك وتعالى يبدل له السيئات إلى حسنات. يبقى احنا بنقول لكل أهلنا اللي بيتفرجوا علينا واحنا بنقول افرح، وتاني واحنا بنقول افرح في العيد أقول لك بطلي عقاب وبطلي ضرب في الأولاد
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرب إلا شراركم، ونحسبكم أنكم من أهل الدين ومن أهل الخير. فياريت نبطل ضرب أولادنا ونبطل عقاب بدني، وعايزين نشوف نشتغل مع أولادنا إزاي، نتعلم ونسأل أهل الخبرة يقولون نتعامل مع أولادنا إزاي. ولكن أسلوب العقاب البدني أسلوب لا يأتي إلا بالشر على أولادنا وبالشر على بيوتنا، فعايزين نبطل هذه العادة السيئة إن شاء الله. فضلت الشيخ عبد الغفار، حضرة طيور الجنة ببسوس بالقليوبية بتقدم لنا حاجات جميلة النهاردة، عايزين نشوف حاجة جميلة جدا، وأنا لسه شايف في لمحة حزن في عينك وكأنك عايز تقول لي حاجة. لا والله أنا عايز أوجه الشكر للناس اللي اتصلت، لأن هم أصحاب الفضل مش أنا. الله. فبس الله. يعني عايز أقول لهم أنتوا أصحاب الفضل، أستاذ محمد والأستاذ أحمد والأستاذ سمير ومرأة يعني كل الناس اللي اتصلت، فبقول لهم والله أنتوا أصحاب الفضل فمش أنا يعني، فأنا اللي حابب أوجه لهم كلمة شكر. مش طيب بص في الكاميرا ووجه لكل أولياء أمورك ولادك وأخواتك يعني وأهلك. يعني بوجه كلمة شكر طبعا إلى كل أولياء الأمور اللي تعاملوا معايا من 2007 إلى النهاردة، شركائك. نعم نعم شركاء في النجاح، أو هم أصحاب الفضل بعد الله عز وجل في النجاح. المدرسات اللي تعبوا معايا كتير، المربيات اللي يعني بقصوا عليهم كتير والمدرسات وبيستحملوني، بداية من أول حد اشتغل معايا من المدرسات، بداية من الزوجة اللي كانت في الحضانة مدرسة وبحد عليها من أجل تعليم الأولاد، وفي البيت زوجة ده فاصل وده فاصل، كل دول وقفوا جنبي وساعدوني. كل الشكر لكل شركائك في الشيخ عبد الغفار. خلينا نسأل العسل بس، مالك زعلانة ليه؟ عايزة تقولي؟ عايزة تخرجي برا شوية؟ امال مالك زعلانه ليه؟ شريده ده ان شاء الله نختم بيها. مالك طيب ايه زعلانه ليه؟ بردانه ولا حرانه؟ لا عايز تقعد جنبي. تعالي تعالي روحي كده نور شويه. يلا بس تعالي جنبي بس يا عمر بس بس يا عسل ما شاء الله عليك. فريده عشان متعلقه بيا شويه. فريده جميله ده، فريده انا من الصبح مستني لما يجي دور فريده يعني. ده هي مسك الختام ان شاء الله نختم. طيب احنا هناخد مين من الاولاد الجمال دلوقتي؟ ناخد لوجاي. يلا يا لوجاي خدي الميكروفون، هتسمعيني ايه يا دكتوره لوجاي؟ أقول الحديث. طب يلا تفضل الأول، عرفيني بنفسك تاني. أنا اسمي لجيني خالد، عندي 6 سنين، ساكنة في بسوس. أقول حديث عن تعلم القرآن. يلا تفضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذنك في حاجة لجيني، ممكن نبص للكاميرا دي واحنا بنقول الحديث؟ يلا قولي. قال رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم رواية البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك. وبإسناد الحديث عن سيدنا عثمان بن عفان، ربنا يبارك فيك يا لجين يا جميلة. لا خدي الميكروفون تاني يا لجين كده، عشان زي ما كده بص كده هناك، ويلا بعتي رسالة شكر لماما وقولي لها إيه. كل سنة وانت طيبة يا أمي. كل سنة وانت طيبة يا أمي. ورسالة لأبي. كل سنة وانت طيب يا أبي. ماشي يا جميلة يا قمر. احنا عشان الوقت ما يعديناش عايزين نسمع الأولاد. مين تاني عندك هتسمعنا ايه؟ هناخد أداب الخروج من المنزل وحياء. يلا حياء تفضلي يا دكتورة. اسمك جميل قوي يا حياء، عرفيني بنفسك كده. أنا اسمي حياء آلي، عندي 5 سنين، أنا ساكنة في بسوس. هقول أداب الخروج من المنزل. فضل. نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله، أنت حياء هاني. طب بص كده الكاميرا دي يا حياء، وبلغي بقى بابا هاني بيتفرج عليك دلوقتي، تقولي له إيه؟ كل سنة وأنت طيب يا أبي. كل سنة وأنت طيب يا أبي. وماما بتبص عليك دلوقتي بتشوفك، قولي لها كل سنة وأنت طيبة يا أمي. كل سنة وأنت طيبة يا أمي. أنت قمر ما شاء الله. مين اللي حاطلك المونيكير ده في إيدك ده؟ ماما؟ ماما مخليك عروسة ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك. أحمد هتقول لنا إيه يا أحمد؟ امسك الميكروفون. حكمة اليوم. طيب عرف نفسك الأول يا أبو حميد. أنا اسمي أحمد عرف. ابعدوا شوي. أنا اسمي أحمد عرف. أيوة. عندي 6 سنين. تمام. ساكن في بسوس. أقول حكمة اليوم. قول يا حبيبي. حكمة اليوم: أنا العقل السليم في الجسم السليم. طب ولازم أعمل كده يعني؟ ما شاء الله، مين اللي علمك الحديث الحلو ده يا أحمد؟ أبلة أمان. طب بص كده الكاميرا دي وابعت رسالة شكر لأبلة أمان.
كل سنه. شكرا يا كل سنه وانت طيبه يا ابله امين. كلم ماما بقى تقول لي ماما ايه. كل سنه وانت طيبه يا امي. وبابا كل سنه وانت طيب يا ابي. احمد جميل قوي ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا احمد. تسلم ايدك يا ابو حميد، ربنا يبارك فيك. بعض المعوقات قابلتك والحمد لله تجاوزتها. وكنت بتكلمني في قبل الحلقه عن طموحك في الفتره اللي جايه فضلت الشيخ عبد الغفار. والله هو طموحي في الفتره اللي جايه ان انا يعني او نفسي فيه ان الطفل خلال مرحله ما قبل المدرسه ان انا اقدر اطلع طفل قوي. نعم. يعني يقدر يخش او يدخل المدرسه شايل عبء عن حمل المدرسين وعن حب يعني وزاره التربيه والتعليم. طفل فايق كده يخش يعني يتفرغ للحاجات التانية، يدخل يتفرغ للجديد بعد الحاجات البعيده عن الفنيات بقى، خلاص هو متمكن من القراءه فيقدر يستقبل العلوم بقى. يعني احنا شايف الدوله متجهه الى تطوير التعليم ويعني والمصارعه بقى يعني لمواجهه التحديثات على مستوى العالم، وازاي نواكب الطفره دي. فانا نفسي خلال الفتره اللي جايه ديت واللي هم فتره ما قبل المدرسه مع فتره اول 3 سنوات في المدرسه ان اقدر ادخل طفل الوزاره تشتغل معاه على طول اللي اعلى من كده بقى، المراحل اللي تطورها بقى. حضرتك عايز اولياء الامور يستمروا معاك بعد المدرسه الثلاث سنوات اولى وثانيه وثالثه يستمروا اولادهم عشان تستكمل في المنهج والفكره في تثبيت المنهج اللي انت اللي هو في الاخر بيعود على الدوله بالنفع، لانه بيرفع العبء عن معلمي ومعلمات السنوات الدراسيه الاولى. يعني بدل ما المدرس يرجع يشتغل مع الولد لسه الحروف وتعليمه القراءه و يتبه للمرحله اللي بعد كده، يعني نشيل احنا عنه، لان احنا جزء من المجتمع. صحيح. وجزء موجود. نعم. فلازم يكون لينا يعني دور. تمام. نقدر نشيل جزء من نتحمل مسؤوليتنا في اعداد طفل متميز لتستقبله مدارس الحكومه ما يبقاش عبء عليه. ما يبقاش عبء، يبقى نخفف العبء. ابننا الجميل الرائع مسعد. يلا يا مسعد خد الميكروفون يا مسعد، هتسمعنا ايه يا مسعد؟ هنسمع نشيد شرق العين. طب عرفني بنفسك الاول. بص اسمي مسعد عادل، عندي 6 سنين، هقول نشيد شرق العين. اتفضل. الفتحة البقرة آل عمران، نساء المائدة الأنعام، أعرف أنفال التوبة، يونس عدوى يوسف، الراضي إبراهيم والحج، النحل والسراء والكهف، مريم طه الأنبياء، الحج المؤمنون النون، الفرقان الشعلى النمل، القاص الصم العنكبوت، الرمل لقمان السجدة، الأحزاب سبأ فاطر، ياسين الصف والصاد، الزمر غافر فصلت، الشورى الزخر في دخان، الجاسية والأحقاف، صلى الله على محمد فاتح مكة يوم الفتح، جرات قاف الزارية، طور النجم والقمر، الرحمن والواقعة، ثم سورة الحديد، الموجد لا ثم الحشر، والممتحن ثم الصف، الجمع المنافقون، الطغاب والطلاق، تحريم الملك والقلم، سورة الحق المعرج، نوح كان كبير السن، حصن نفسك من الجن، مين هو المزمل؟ هو المدثر، جهز نفسك للقيام، نصيحة مني يا إنسان، إيه معنى المرسلات؟ سورة النبأ النازعات، سورة فيها رجل أعمى، سورة فيها التكوير،
إذا السماء انفطرت ويل للمطففين، إذا السماء انشقت والسماء ذات البروج، والسماء والطارق سبح الأعلى الخالق، سورة الغاشية والفجر أقسم بهذا البلد، شمس الليل والضحى شرح التين والعلق، قدر البينة الزلزال العاجية والقارعة، التكاثر ثم العصر، اوعى لسانك والهمزة، احكي قصة الفيل كانت في بلدة قريش، اوعى تمنع المعون تشرب من نهر الكوثر، يا أيها الكافرون جاء نصر الله والفتح، سورة المسد والإخلاص، رب الفلك رب الناس. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر. قرب الميكروفون منك يا بطل، قلت لي اسمك إيه بقى؟ اسمي مسعد عادل. بقول لك يا دكتور مسعد، مين اللي حفظك النشيد الرائع ده؟ الأبلة أمان. لا بص بقى للكاميرا كده وقول لأبلة أمال بقى كلام جميل رائع على قد جمال الصورة دي، تقول لها إيه؟ كل سنة وأنت طيبة يا أبلة أمان. لا أنا بحبك قوي. أنا بحبك يا أبلة. طيب تبعت لماما إيه بقى رسالة شكر، تقول لها إيه؟ كل سنة وأنت طيبة يا أمي. وأبوك؟ كل سنة وأنت طيب يا أبي. بص بعد الحاجات الجميلة اللي أنت قلتها دي، أنا عايزك تبص كده أنه للكاميرا وتقول لي بابا أنا عايز عادية كبيرة. أنا عايز عادية كبيرة. اه والاول ما روحت تديني العيديه على طول. واول لما روح تدي العيديه على طول. بص يا مسعد لو ما ادالكش تتصل عليا واحنا نتصرف، لان انت النهارده ما شاء الله الله اكبر عليك شرحت صدورنا بالانشوده الجميله اللي انت قلتها دي. ربنا يبارك فيك وفي اهلك اللي حفظوك، ربنا يحفظك. هات الميكروفون ناخد العسل الصغيره بقى الجميله دي. فريده؟ اه دكتوره فريده بقى عايز اسمع صوتها بقى، انا قاعد مستنيها من الصبح. فريده اتفضلي، هتقولي لنا ايه يا دكتوره فريده؟ النشيد صلى الله عليه محمد. يلا على طول اتفضلي. صلى الله عليه محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة، إنما الإسلام قوة، ونظام وأخوة، ونظام وأخوة، واتباع للنبوة، واتباع للنبوة. إنه دين محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. ما له في الخلق ثاني، ما له في الخلق ثاني، في مزاياه الحسان، في مزاياه الحسان، كي نفوز بالجنان، كي نفوز بالجنان، نتبع الهادي محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. وحد الناس جميعا، وحد الناس جميعا، عالما حلوا بديعا، عالما حلوا بديعا، أشرق الكون ربيعا، أشرق الكون ربيعا، من تعاليم محمد، صلى الله على محمد،
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه محمد. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. جميلة جدا جدا جدا. مين اللي حفظك الأنشودة الجميلة دي؟ أبلة تسنيم. لا أقفي، أبلة أول مرة نسمع الاسم ده. بص بقى هناك وبلغي أبلة تسنيم، تحب تقولي لها إيه؟ شكرا يا أبلة تسنيم. قولي لها جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. أنا بحبك قوي. أنا بحبك يا أبلة. طيب تبعتي رسالة لماما بقى تقولي لها إيه؟ كل سنة طيبة يا ماما. وبابا تقولي له إيه؟ وهو انت طيبه يا قمر يا عسل، اتفضلي استريحي. على فكره انا بحبك جدا لانك قلت النشيد بشكل رائع جدا جدا جدا، ما شاء الله تبارك الله، واضح ان انت بتحفظي كويس. انا مبسوط ليكي جدا. بصي بقى ان شاء الله باذن الله لو استمرتي كده اخلي فضيله الشيخ عبد الغفار يجيبك معاه تاني، لان انت متميزه ومتالقه. انا بحبك جدا، ربنا يحفظك. مين انت قلت لي اسمك ايه؟ بصي يا فريد، مين بيحب فريد يا اولاد؟ مين بيحب فريدة؟ نشاور على فريدة ونقول لها كلنا بنحبك يا فريدة. يلا كلنا بنحبك يا فريدة. برافو عليكم، برافو عليكم، ربنا يحفظكم يا رب. فضلتش الدكتور مجدي، تعظيم وحرمة لا إله إلا الله، ونحن نرى أنه إحنا مش عارفين نستمتع، مش عارفين نفرح، مش عارفين نسعد، لأنه بيغيب عننا أمور كتيرة، منها تعظيم حرمة لا إله إلا الله. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بيقول في حلة الأولياء: إن أفصح الناس وأعلمهم بالله عز وجل أكثر الناس تعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله. نعم. إذا يأتي في قلوبنا تعظيم حرمة أهل لا إله إلا الله، نبتسم في وجوههم، نفرح بهم، نتغاضى عن زلاتهم، ندعو لهم. نعم. بالترقي والتزكي. حتى شيء غريب جدا، حتى الذين يقولون لا إله إلا الله وليست من قلوبهم. الله، سبحان الله، هذا كلام غريب. نعم. حتى الذين يقولون لا إله إلا الله ولا يقولونها من قلوبهم. نعم. ها؟ حتى هؤلاء أيضا نعظمهم، حتى تأتي في قلوبهم لا إله إلا الله على حقيقتها. يعني دكتور مجدي، لو حد أقسم علي بالله مثلا أو يعني دخل لا إله إلا الله في الكلام وأنا عارف أنه لا يقصدها وأنه هو مش من أهلها، تعظيما للكلمة أردق للموضوع؟ نعم. يعني بعض الناس في حنين مثلا، نعم، قالوا لا إله إلا الله في فتح مكة، ولم يقل لا إله إلا الله من قلبه زي سيدنا النضر بن حارث. قال: فلما كان يوم حنين تمنيت أن يظهروا على رسول الله. عجيب. ده بيقول لا إله إلا الله وأسلم. أيوة، ولكن لم يكن قد أسلم على حقيقة الإسلام، لكن فقط مجرد أنه هو تلفظ بالكلمة. انظر، قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد قام إلي فرحا. سبحان الله، الرسول قد أعلمه ربه سبحانه وتعالى أن هذا الشخص لا يقول لا إله إلا الله من قلبه، ورغم ذلك قام إلي فرحا. نعم. وقال: هذا خير مما أردت يوم حنين. يعني الله، هذه الغنائم الرهيبة اللي ربنا أكرمنا بها خير مما أردت يوم حنين، فراجع ما أنت فيه. قال: فانطلقت على وجهي. انظر، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال: فانطلقت على وجهي. قال: فأرسل في أثري 100 ناقة. سبحان الله، 100 ناقة. قال: فقلت يعني والله ما أرى ذلك إلا تألفا على الإسلام، هو بيحببني في دين الله عز وجل، ولكني أسلمت لله رب العالمين. أنا خلاص اتأكدت أنه هو رسول من عند الله، ولا يحدثني بما في صدري إلا خالق هذا الكون سبحانه وتعالى. الله أكبر، بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال: ثم قلت في نفسي لا أرد عطاء أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطيت فلان كذا. أصبح هو أيضا يحبب الناس بالجملة، تعظيم هذه الكلمة. قال: أي يوم هذا؟ يوم النحر النهاردة، العيد، كل سنة وجميع والمسلمين طيبين بخير وسلام يا رب. أي يوم هذا؟ هذا اليوم العظيم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر. وأي بلد هذا؟ وأي شهر؟ قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. مجرد أن أجيب سيرته، حتى كلنا عارفين ان اعوذ بالله، نسال الله العافيه في الدنيا والاخره، زعيم المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول رجع بثلث الجيش في احد، رجع بثلث الجيش حتى اعوذ بالله تسبب في كارثه رهيبه،
وما فيش ولا حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقال وانما فعله ما في وانما فعله عبد الله بن ما فيش الكلام ده. لماذا نذكر الخيرات؟ ان لله عبادا فطنا احيوا الحق بذكره واماتوا الباطل بهجره. الله اكبر الله اكبر. ربنا يحفظك يا دكتور. فضلت الشيخ عبد الغفار واحنا اقترب وقتنا على النهايه واستمتعنا الحقيقه يعني هذه الثمرة الطيبة، وأنا من خلال المكان هنا بأكد على رسالة شكر لكل أولياء الأمور شركائك، كل أولياء الأمور اللي بيسيبوا لنا أولادنا أولادهم يشاركونا فيهم في بطريقة نور البيان عشان يكونوا نواة إن شاء الله لبلدنا الجميلة الحبيبة مصر، ويكونوا حراس للغة وحراس للدين وحاملين القرآن وخدام للقرآن في الفترة اللي جاية. أنا برضو محتاج إن حضرتك تبلغ رسالة شكر لكل شركائك اللي كانوا معاك، اللي تحملوا معاك في الفترة الأولى، وبالذات أسرتك، وأنا عارف إنهم تعبوا معاك جدا، ومعلماتك بناتك المعلمات وأولياء الأمور اللي ساعدوك في الفترة اللي فاتت دي كلها، تحب تقول لهم إيه؟ أقول لهم جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يجعل كل هذا في ميزان حسناتكم، وأن يرزقكم البركة في أعماركم على طاعته، وأن يرزقكم بر أولادكم ويجعلهم صالحين، وألا ينقطع عملكم إلى يوم الدين. آمين. إلى كل ما ذكرتهم حضرتك، وعلى الرأس بقى الدعم المعنوي في الفترة الأولى وفترة التعب والجهد، يعني هقول الشيخ طارق، الشيخ عصام يوسف، ومجموعة عرب الرمل بالكامل اللي كانوا بالفعل دعم معنوي قوي جدا 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 ليا، وخصوصا في الفترة الأولى لما بدأت أدعو للمنهج، وكان في يعني ناس موجودة لمناهضة الفكرة ولهدمها من الأصل. نعم. فكان دعم الشيخ طارق قوي، ودعم الشيخ عصام، دعم الشيخ سيد صلاح، والمجموعة بتاعت عرب الرمل أول من وضع البذرة في فكر الشيخ عبد الغفار لتعليم أولاد المسلمين، الأستاذ إسماعيل عبد السميع. فضيلة الشيخ إسماعيل عبد السميع بنوجه له هو وفضيلة الشيخ طارق وفضيلة الشيخ عصام، ربنا يا رب يكبر نعم خاطرهم. يعني فضيلة الشيخ إسماعيل الحقيقة مكوك نور البيان ومنة يعني الرحمن في مصر. أول من استقبلني يعني ووضع البذرة عندي. ايضا الشيخ محمود حسين والشيخ بلال فضل والشيخ محمد فوزي، مجموعه كبيره جدا يعني، مش من كتر الاسماء مش يعني خايف ان انا انسى حد، ربنا يحفظك، ولكن كتير كتير يعني ادوني الدعم في الاول وخلوني اصل يعني احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، هدف هذا الرسو وهذه القاعدة اللي بتنطلق منها دلوقتي. نعم. في تعليم ولاد المسلمين. نعم. وأنا حضرت مع حضرتك في المنيا، فضيلة الشيخ كسبان ربنا يبارك فيه، الجمعية الشرعية في المنيا، وحضرت. نعم. معهم وشفت الجهد الكبير وقد إيه المعلمات بالعدد الكبير مقبلات على استقبال الطريقة وتعليم ولاد المسلمين، وسافرنا مع بعض، رحنا أسوان ورحنا وقنا وأسيوط، ما شاء الله. فضيلة الشيخ أنور في قنا ربنا يحفظه. نعم. هو والشيخ محمد وأهل الخير، والشيخ إبراهيم في بركة. نعم. الشيخ محمد ربنا يحفظهم يا رب. يعني أنا عارف إن حضرتك ما فيش حتة في مصر ما رحتهاش، عشان كما تعلمت تعلم وخيركم من تعلم وعلم، بتنقل هذا الخير وبتدرب كل اللي بيحتاج إلى التدريب. يا ترى فضيلة الشيخ عبد الغفار بتاخد أجر على انتقالك وتدريبك لأولاد المسلمين؟ لا. نعم. فضلت يعني أو طلبت من الله عز وجل عندما يعني أخذت قرار الاستقالة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. فسألت الله عز وجل أن يعوضني في الآخرة. الله. فلم أطلب شيئا في الدنيا. الله أكبر الله أكبر، ربنا يحفظك. طيب ما يعني سؤال، يعني لما سبت استقلت وسبت الوظيفة وانجلك الميري يتمرغ في تراب والكلام ده، ما حصلش بقى مشاحنات ومشدات في البيت وبتاع، والزوجة في البيت وبتاع؟ لا والله، هو كان ربنا رتب الأمر. يعني قبل موضوع الاستقالة ان الطلب مني ان انا افتح حضانه اطبق الفكره، ما دام الناس مش مساعدينك فخلي حاجه مستقله ليك انت تطبق من خلالها الفكره. فكنا بدانا نطبق الفكره في الحضانه دي وانا لسه موظف في الابوار.
حتى كانت الزوجة يعني تحملت كتير، لأن كنت في الأول ما فيش عائد مادي، فكنت باخد من أجري من الأبوار وأدي المدرسات. احنا مش هنقول بقى الاسم تاني عشان ما يبقاش بنعمل له دعايه، ولكن كنت بتاخد من اجر الوظيفه وتدي للمعلمات. طب انا بقى معلش، الزوجه صبرت معايا والحمد لله يعني ربنا. الزوجه لو بتشوفنا دلوقتي رساله شكر طيب عشان تعرف تروح يعني. طبعا. ها تقول لها لا إيه؟ طبعا يعني هي بفضل الله عليا يعني، هي طبعا وقفت جنبي كتير في الاول، واعلى فصل كانت الزوجه يعني. كنا في وقت من الاوقات كده حصل ضرب في دار التحفيز، وحصل عندي مجموعات مختلفة في المستويات. نعم. فتطوعت وأخذت هذا الشق، المجموعة ديت، واستطاعت بفضل الله عز وجل أنها توحدهم على مستوى واحد، بل توصلت معهم أن هم عملوا 5 ختمات تلاوة قبل سن المدرسة. عايز تقول أن هي جواهرية يعني، بتكتشف الجواهر وبتلمع الذهب وتطلع احسن ما فيه. ده حصل بالفعل يعني. صح كده؟ طلعت لي فصل يعني، هو الان حملت القران في بسوس، وما لا يدخل منهم احد مسابقه الا وياخذ المركز الاول، حتى ان منهم ولد دخل مسابقه العالميه وطلع مركز ثاني. يعني هي من مدربي ومن معلمي نور البيان ومن حافظ القران. هي يعني عملت معايا في الفترة الأولى، وبعد كده قلت لها بقى الأولاد كبروا تتفرغ شوية للتحت، تتفرغ شوية للأولاد برضو يعني. أنت ما وجهتش لها كلمة يعني، تقول لها إيه؟ جزاكم الله خير. ربنا يحفظك. ربنا من قال لأخيه جزاك الله خيرا فإيه؟ نعم. فضيلة الدكتور مجدي، وإحنا شايفين الكلام الرائع ده، تذكرت حضرتك كنت بتنصحني بأنه لن يضيعنا. نعم. يعني هذه اللفتة الطيبة لن يضيعنا دي. نعم. يعني نعم. بص حضرتك، ترك من ترك شيء لله وهو يعلم أن الله لن يضيعه. الله يعني. أكبر. يعني الله ساب الدنيا كلها وقال أنا من أهل القرآن. نعم. وقال أنه لن يضيعه. نعم. هذه الكلمة الجميلة نطقت بها أمنا هاجر عليه السلام، ونطق بها أيضا أعرابي أبكى النبي صلى الله عليه وسلم. الله. أمنا هاجر عليه السلام قالت يا إبراهيم اللي من تتقنى، فسيدنا إبراهيم لم يلتفت. بعد ما قالت الله أمرك بهذا اللي انت بتعمله ده، يعني موافق لتعليمات ربنا هذا من أمر الله؟ نعم. فقالت إذن لا يضيعنا الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحديث إن الله لا يضيع أهله. مدام الإنسان نوى إن هو يطيع الله عز وجل 100% ربنا سبحانه وتعالى هيرضيه 100%. هذا الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيحاسبنا ربنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال بنفسه. قال بنفسه. قال الله أكبر، إذن لا يضيعنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فما حملك على ذلك يا عربي؟ قال إن الكريم إذا قدر عفا. الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إحنا عشمانين في ربنا. نعم. عشمانين في ربنا. أنا عندي ظن عبدي بي، فإحنا كلنا عشمانين. كم نفرح بأن الله هو ربنا. تخيل إن سيدنا النبي عليه السلام لمن عادوه يقف أمام كل من عادوه ويقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ ها؟ فقالوا أخ كريم، حتى قال عليه السلام اذهبوا فأنتم. سبحان الله. نعم. هذا حديث رسول الله كرم النبي صلى الله عليه وسلم إلى من عادوه. نعم. فكيف كرم الخالق الله سبحانه وتعالى رب الرسول عليه الصلاة والسلام بمن أحبه بمن والوه سبحانه وتعالى. إذن الله لا يضيع أهله. نعم. إن الله لا يضيع أهله. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون عما مضى، كل من نطق بقول لا إله إلا الله. أنا دكتور مجدي هسمع حور وهي بتقرأ لنا جزء كده من القرآن بصوتها الطيب ما شاء الله، وعايز أرجع لحضرتك تاني، وإحنا بنوجه رسالة لكل الأمة يعني إزاي نستمر في الصبر، وإزاي نعم. نستمر في دعم الدولة في ظل هذه الجائحة. نعم. وقد إيه الدولة تحتاج مننا من كل الناس اللي بيسمعونا. نعم. من أهل الدين. نعم. المساندة في هذه. نعم. هذا الأمر الصعب. نعم. دكتورة حور، حورية،
انا بقى عايز اسمع بقى اشوف كده معلمات القران الجمال بقى وقراءتهم الطيبه يعني. شوف تحب تقرا منين اي مكان. اقرا من الرحمن. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقرا من الرحمن. يلا تاخد المصحف قدامك، خد الميكروفون. أعوذ بالله. ماشي مش فضل هو لا واصل هيك هيك يعني دلوقتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويكبر خاطرك. السنة دي بقى الامتحانات يا حور عملتوها بقى نظام الأبحاث وقدمتوها، كان وضع مختلف شوية صح؟ تفتكري موضوع التعليم عن بعد وإن احنا نعمل أبحاث في البيت ونقدمها أفضل كتير من النزول والذهاب للمدرسة، ولا ده في مميزاته ومساوئ وده في مميزاته ومساوئ؟ كلميني كده ارفعي. هو ان احنا نتعلم على النت دي ميزه، ان احنا نتعلم ازاي نتعامل مع النت، لكن في المدرسه بيبقى افضل. يعني موضوع اتاح لكم فرصه الاقتراب من النت والتعامل مع العلوم والتعرف على النت، وان انا ازاي اجيب معلوماتي من عليها، ودي كانت نقطه كويسه انت شايفاها نقطه قوه، اني انا موضوع الابحاث خلاني اعرف كتير جدا واتعامل مع التابلت واتعامل مع الكمبيوتر بشكل كويس. ولكن اللي انا فهمته منك انه الذهاب للمدرسة لا غنى عنه. بتحب تروح المدرسة ليه يا حور؟ قولي لي أحسن نقطة في الموضوع ده. إن أنا بقابل مدرساتي مثلا. وأصدقائك؟ التعليم بالاحتكاك والتلقي من المعلمة يفرق كتير جدا عن التلقي عن بعد، صح؟ أنا بشكرك، النقطة دي نقطة مهمة جدا. فضيلة الشيخ عبد الغفار كانوا طرحوا علينا في الفترة اللي فاتت طبعا بناء على او نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها موضوع ازاي نخلي حضاناتنا او مدارسنا كلها فيها نظام الاونلاين او التعلم عن بعد. فهل في التطوير عند حضرتك القدرة في الفترة اللي جاية ان احنا ندخل ولو بالتدريج موضوع التعامل عن بعد او التعلم عن بعد، ندي واجبات لاولياء الامور في البيوت؟ بالفعل يعني كنت بدأت اعداد فيديوهات مع المدرسات ازاي نعمل فيديوهات تعليميه للتعليم عن بعد، ان ولي الامر يقعد مع الولد. ولكن كنت انا عملنا التجربه عن طريق العرايس، الحدوته والعروسه، ان ازاي الولد من طريق شخصيات كرتونيه محدده ان هو يعني نوصل له المعلومه. الشخصية الكرتونية الولد بيحبها، شخصية الأراجوز الولد بيحبه، يبقى من خلال الحدوتة من خلال الشخصيات ديت إن الولد هيعتبر نفسه بيتفرج على كرتون وياخد المعلومة. المدخل كان الحاجة اللي بيحبها الطفل. أيوة. ونقدم له المعلومة من خلال مادة طيبة هو بيحبها، مادة الأفلام الكرتونية أو الألعاب. من خلال أولياء الأمور تجاوبوا ولا لسه لا؟ واحنا لسه في مرحلة الإعداد مع المدرسات، لأن احنا الحاجة دايما بنتدرب عليها احنا الأول. علشان نقدر نأديها كويس وبعد كده نبدأ نتكلم عنها كويس نديها للطفل. بالتوفيق ربنا يحفظك. فضيلة الدكتور مجدي، موضوع الأونلاين حضرتك كنت يعني اديتنا تعليمات في الفتره اللي فاتت ان احنا نركز شويه مع كل الدور وكل الحضانات وكل اللي بيتعامل مع الاطفال في موضوع تهيئه منهج سهل وبسيط، وازاي ندرب اولياء الامور وندرب المعلمات على شغل الاونلاين لان هنحتاجه جدا في الفتره اللي جايه. ودايما نقول للدكتور بسم الله الرحمن الرحيم ان اثبات الشيء لا ينفي غيره. يعني دلوقتي ان شاء الله بتبدا تعود الحياه الى طبيعتها وتبدا الطلاب ينتظم، لكن مع هذا الخير ابدا اخلي خط الاونلاين موازي ليها الاثنين مع بعض، حتى وان كان عن طريق المتابعه المنزليه.
يعني نخلي النقطة الجميلة دي في الحياة العادية يبقى في متابعة منزلية لبعض الوقت، بحيث ان لو جت اي ظروف من الاجازات او كده استطيع ان انا استعمل اونلاين. الحياة طبيعية ما فيش اي مشاكل، اخليني زي ما انا، ولكن ايضا تكون بالمتابعة المنزلية، لان لو ما عملت متابعة منزلية عن طريق الاونلاين هو هيستعمل الاونلاين فيما ايه فيما يكون ممكن تكون ايه تداخلات غير بناءة مع العملية التعليمية بتاعتي. لكن انا لما اعمل متابعة منزلية اونلاين 100% هتساعدني تبقى ايه مداخله بناءه، تدي ايه اضاءه اكتر وتدي مستوى اعلى. انا عايز اختم بدعاء جميل من حضرتك لان انا وقتي خلص، فقبل ما اختم كده عايز اسمع دعاء من حضرتك كده لكل الدنيا كده كلها. اللهم لك الحمد يا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، قولوا امين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أنك أنت ربنا. اللهم لك الحمد أنك أنت ربنا. اللهم لك الحمد أنك أنت ربنا. لك الحمد أنك أنت الخالق وحدك، ولك الحمد أن الأمر بيدك وحدك، ولك الحمد أن المصير إليك وحدك، ولك الحمد أنك أنت الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم بقدرتك اغفر لنا وتوب علينا واعف عنا وعافنا في الدنيا والآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، اللهم عافنا في من عافيت، اللهم تولنا في من توليت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم يا رب أنشر هدايتك ورحمتك على العالمين. يا رب نزل رحماتك وبركاتك وأرزاقك على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين. صلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء في يعني كنا نتمنى أن الوقت يطول معكم أكتر، فقرا فقرات اليوم مفتوح وبرنامج العيد فرحة، وكنا النهارده وكان ضيوفنا الجمال حضانه طيور الجنه من بسوس فضيله الشيخ عبد الغفار عبد المنعم خليل مدرب نور البيان وفتح الرباني واحد نقول يعني دعائم نور البيان في مصر دلوقتي كمدرب كبير، ربنا يحفظك ويحفظ اولادك. علمنا الجليل فضيله الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنه الاعجاز العلمي للقران والسنه بمكه المكرمه، مساهماتك الطيبة الجميلة وإرسائك لهذه النفحات الطيبة خلت للعيد فرحة. بشكر حضرتك لوجودك معنا، بشكر أولادنا اللي كانوا موجودين معنا وخرجوا، بشكركم كلكم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء كنت معكم طارق درويش، إن شاء الله موجودين معكم غدا في لقاء تاني من العيد فرحة. حتى نلقاكم غدا، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.